تم توقيف 4 أشخاص، أحدهم بعد القيام بعملية تمديد الاختصاص إلى ولاية غليزان، أين تم توقيف المشتبه فيه الرئيسي. والتحقيق جاري من طرف عناصر فصيلة الأبحاث الدرك الوطني بشلف لمعرفة جميع ملابسات القضية. على إثر هذا تم حجز 10 قطع نقدية أثرية من المعدن الأصفر تعود إلى فترة حكم الأغالبة، و3 أوراق منسوخ عليها تقييدات الخاصة باستخراج الكنوز، وورقة مكتوب عليها بخط اليد تقييدا لاستخراج الكنوز. كما تم حجز سيارة من نوع رونو لاغونا.